السلام عليكم وأهلا بكم لهذا العرض الإخباري نقدم لحضرتكم مباشرة من قناة العيون، والبداية بأبرز العناوين. 136 حجا وحجة عدد الفوج الأول من الحجاج الذين وصلوا صباح اليوم الأحد من مطار الحسن الأول بالعيون من البقاع المقدسة بعد أداء فريضة الحج. ومن العيون نرصد ندوة حول محطات من ذاكرة المناضل الوطني سيد محمد بصيري في ذكرى انتفاضة العيون التاريخية ضد المستعمر الإسباني. ومن الدخلة نرصد الإشاعة العالمي للرياضة الكيت سيرف بفضل الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تختزنها شواطئ الدخلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. مستهل النشر بالتذكير بالنشاط الملكي الذي ميز الأسبوع الذي نودعه، حيث أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل يوم الاثنين الماضي صلاة العيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان. كما قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، فيما قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبقصر الملكي بتطوان تقبل جلالته التهاني بهذه المناسبة السعيدة. تفاصيل مع المختار نيابي ويرافق في لغة الإشارة محمد الكتاني. في هذه الأيام المقدسة يغرس العيد السعيد في قلوبنا فرحة طويلة تملأ القلب حبا وسعادة. وها هو أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سبط النبي الأمين يشارك فرحة العيد مع شعبه الوفي في أجل صورة لتلاحم العرش بالشعب، أساسها عروة وثقة وبيعة مباركة جمعت منذ قرون بين السلاطين العلويين الأشراف وبين الشعب المغربي، رباط مقدس يقوم على عهد متبادل راسخ ومتجدد، فالولاء هو أساس الحكم والدرع الحامي في وجه التحديات والصعوبات. فالولاء هو التزام شرف بين أمير المؤمنين ورعاياه الأوفياء على العمل المشترك لما فيه صالح العباد والبلاد. ويشكل عيد الأضحى السعيد عنوان هذا العهد المتجدد والتعاقد الدائم. ففي هذا اليوم المشهود يحيي المؤمنون سنة مقدسة في الدين، سنة نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي افتدى ابنه إسماعيل بذبح عظيم، وقد سار المسلمون على هذه السنة بعد أن أكد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. الشاكرين الله أكبر الله أكبر لله الحمد على ما هدانا اللهم اجعلنا من الشاكرين. يا عباد الله حضرت الصلاة أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان. وعقب الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبيرة لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة، مبرزا أن عيد الأضحى يمثل شعيرة من شعائر الإسلام ومنحة إلهية من الرب الرحيم فيها تتجلى الوحدة والأخوة والتكافل والتضامن بين المسلمين. وأضاف الخطيب أن هذا العيد يحل على المغرب وقد حباه الله تعالى بالأمن والأمان والطمأنينة والرخاء بفضل إمارة المؤمنين الركن الركين والحرز المتين. وفي الختام ابتهد الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة، كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حقه وقدره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بعد ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، فيما قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وفي ختام هذه المراسم غادر أمير المؤمنين مسجد الحسن الثاني عائداً إلى القصر الملكي وسط هتافات المواطنين والمواطنات الذين حجوا بأعداد كبيرة للتعبير عن تعلقهم بأهداب العرش العلوي المجيد وبشخص جلالة الملك، في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيراً عن البهجة بحلول العيد المبارك.
وبالقصر الملكي تقدم للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، الذي كان مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. وتهنئته بالعيد السعيد رئيس الحكومة ورئيسا غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد، ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، وعميد السلك الدبلوماسي الإسلامي بالمغرب، سفير دولة الكاميرون، ورؤساء الهيئات الدستورية، وعدد من سام الشخصيات المدنية والعسكرية. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب سمو الملكي هنري الأول دوق لوكسمبورغ الأكبر وصاحبة سمو الملكي ماريا تيريزا دوقة لوكسمبورغ الكبرى، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادهما. وبعد أدائهم مناسك فريضة الحج، وصل أول أفواج حجيج بيت الله الحرام المنحدرين من إقليم العيون صباح اليوم الأحد إلى مطار الحسن الأول بالعيون 136 حاجا وحاجة، وتعداد الفوج الأول من حجاج مدينة العيون، حيث تم إعداد مختلف الإجراءات وتسخير الإمكانيات اللوجستية والبشرية لتسهيل استقبال حجاج بيت الله الحرام. المزيد في تقرير غالي الجارحي وتراد البساتي. طائرة الخطوط الملكية المغربية تحط الرحال بمطار الحسن الأول بالعيون على الساعة 1:30 صباحا من يوم الأحد، وعلى متنها أول أفواج حجيج الأقاليم الجنوبية القادمين من البقاع المقدسة بعد أداء مناسك فريضة الحج. بخطوات متأنية وجو من الحمد والشكر لله عز وجل على أداء شعائر الحج في أمن وأمان ونظام وانتظام، من طواف القدوم إلى طواف الوداع، يعود حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن في أجواء من السعادة والحبور بما من الله عليهم من نعمة لأداء هذا الركن الأعظم. وما إن وطأت أقدام حجاج بيت الله الحرام أرض مطار الحسن الأول بالعيون حتى انطلقت عملية استقبال الحجاج واستنفار مختلف المصالح والمتدخلين لتسهيل عملية مرور الحجاج عبر مختلف الإجراءات في سلاسة وانتظام، حرصا على راحة الحجاج وأمنهم وسلامتهم بعد رحلة طويلة وشاقة من البقاع المقدسة نحو أرض الوطن. وما خالج هذه الرحلة من مشاعر مختلطة بين فرحة إكمال شعائر فريضة الحج وإتمامها على أكمل وجه، وحزن على فراق البقاع المقدسة، وشوق إلى أرض الوطن، وحرارة الشوق لا يطفئها إلا برودة اللقية. لقاء انتظره الحجاج بفارغ الصبر، كما انتظرته أسرهم وعائلاتهم خارج أسوار المطار الذي حفته الزغاريد والأفراح من كل جانب بعودة حجاج بيت الله الحرام، فجعله الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
في موضوع آخر، وبمناسبة الذكرى 54 لانتفاضة العيون التاريخية، مناسبة الذكرى 54 لانتفاضة العيون التاريخية، نظمت مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام فرع العيون مائدة مستديرة في موضوع محطات من حياة سيدي محمد بصير من الأطلسي إلى الصحراء المغربية. تفاصيلها رفقة سلك بجدور وإبراهيم جولي. صفحة من سجل التاريخ النظري المغربي ضد المستعمر الإسباني رسمها المناضل الوحدوي سيدي محمد بصير تتجدد ذكراها السنوية 54 بهذه المائدة المستديرة التي سلطت الضوء على محطات من حياة المناضل من الأطلسي إلى الصحراء وبسط للوقائع والحقائق التي ميزت مسار النضال الوطني الموحد من طنجة إلى الجويرة وصيانة الذاكرة الوطنية وإشاعتها في أوساط الأجيال المتعاقبة لتظل ناطقة بفضيلة الوفاء وشاهدة على البرور لكل المخلصين المدافعين عن حرمة الوطن. كانت ندوة مستديرة في الذكرى 54 لانتفاضة العيون برئاسة محمد بصير الحاضر والغائب دائما، وهذه المائدة المستديرة كانت فيها مداخلة لشاهد عيان الذي كان قد حضر للانتفاضة وجاء بشهادة تاريخية في الحقيقة أظهرت الحقيقة التي غيبها الكثير يعني تاريخيا، يعني لأن انتفاضة بصير هي انتفاضة لرجل أراد أن يبني مجتمعه وأن يعيد الصحراء لوحدتها المغربية. محاور المائدة المستديرة قربت القصة الحقيقية لأيقونة المقاومة بالصحراء المغربية وعرض لشهادات حية حول أحداث انتفاضة العيون وتداعيات الاجتماعية والسياسية، فضلا عن كشف الدعاية المغرضة للبوليساريو الانفصالية وحركة محمد بصير الوحدوية التي شكلت بامتياز أحد رموز الكفاح الوطنية ونموذج المغربي المتشبع بقيم الإسلامية والروح الوطنية والمبادئ القومية، والمناضل الوحدوي الذي وهب حياته للدفاع عن الهوية الترابية للمملكة واستعادة ربوع الصحراء إلى حياض الوطن. المداخلة كانت حول مقارنة ما بين تجربتين، تجربة بصير الوحدوية وتجربة البوليساريو الانفصالية، تطرقت إلى مجموعة من المؤشرات التي يمكن من خلالها الوقوف على تجربتين. الأولى تتعلق بطبيعة أولا الخلفية الاجتماعية للنخب التي قادت تجربتين، طبيعة أيضا المشروع السياسي، ثم الأثر الذي أحدثته هذه التجربتين. ووقفت على أنه تجربة بصير انطلقت من طلقات وحدوية تنسجم مع خلفيته الاجتماعية حيث تربى في بيئة التصوف والاعتدال والمحافظة، بخلاف تجربة البوليساريو التي رفعت شعارات راديكالية تأثرت باليسار واستهدفت قيم المجتمع. كانت موضوع مداخلتي هو حول شهادة حية لأحداث 17 يونيو 1970، بحكم أنني كنت حاضرا وكنت قد قدمت حقيقة ما شاهدته بكل موضوعية وبكل واقعية، ضفت إلى ذلك على كل حال شهادات من بعض مؤرخين الإسبان. المناضل سيد محمد بصير مثال الوطني الملتزم والمناضل الوحدوية، شكل امتدادا لسياق الكفاح البطولي الذي يطفح به سجل الأمجاد البطولية الذي خلده أبناء القبائل الصحراوية بالتحام وثيق مع العرش العلوي المنيف من أجل الحرية والاستقلال الوطني واستكمال الوحدة الترابية للمملكة. الورقة الثقافية للنشرة من جماعة أمتضي بقليميمة، حيث أسدل الستار على فعاليات ملتقى تليليت للإبداع والتراث اللامادي، تظاهرة تعمل على المحافظة على تعبيرات من الموروث الثقافي والفني الأمازيغي. حافظ محضار وجمال الخصاصي. فرق فولكلورية محلية تحيي أماسي ملتقى تليليت للإبداع والتراث اللامادي في دورته الثالثة. لوحات فنية مستوحاة من التراث الموسيقي الأصيل للمنطقة قدمت وصلات غنائية امتزج فيها الشعر الأمازيغي بالإيقاعات الطروبة التي تفاعل معها جمهور هذا الحدث الثقافي. شاركنا في مهرجان دوار تليليت جماعة أمتضي، الحمد لله لقينا واحد الجو مزيان والجمهور تفاعل معنا مزيان،
وبمناسبة هذه الأيام ديال عيد الأضحى الحمد لله الناس جايين كل شيء في الجامعة المناطق. نحن في الجامعة تنتظر بحاجة إلى مثل هذه الملتقيات وبحاجة إلى مثل هذه المهرجانات والمواسم الثقافية أيضا التي ربما تساهم في إبراز هذه المؤهلات التي تزخر بها جامعة تنتظر. كنتمنوا هذه المبادرات ومثيلتها اللي كتعطي واحد الإشاع كبير للمنطقة وخصوصا في هذا التراث المادي اللي احنا في أمس الحاجة ليه. هذه التظاهرة الثقافية السنوية موعدة متجدد يتزامن مع مناسبة عيد الأضحى المباركة، وهي فرصة للقاء أبناء المنطقة بالبلدة الأصلية والاحتفاء معا بمكونات من التراث اللامادي المحلي. احنا في الجمعية كنحاولوا إحياء يعني التراث المحلي الذي تزخر به هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة تتميز بمجموعة من المؤهلات، مؤهلات طبيعية، مؤهلات ثقافية، مؤهلات تراثية. يعني احنا بدورنا في جمعية تاليت نسعى لإحياء كل هذا الموروث الثقافي. ملتقى سنوي يعد مساهمة في الحفاظ على تعبيرات تراثية، تعمل فعاليات محلية على حمايتها وصون مكنوناتها الأصيلة. ومن جماعة فران الأطلس الصغير بقليميم نتعرف على تجربة أحد أبناء المنطقة في مجال تثمين المنتوجات المجلية بخصوصيتها المحلية. تجربة تستثمر منتوج المنطقة في شجر الزيتون في إنتاج مصنوعات توظف في الاستخدامات التجميلية. أودام حفظ محضار وجمال الخصاصي. واحات منطقة فران الأطلس الصغيرة مصدر لمجموعة من المنتوجات الفلاحية، خاصة ضيعات الزيتون التي تدر مواد تستثمرها سواعد محلية في عديد الصناعات بما فيها التجميلية. نقطة بيع وجدت بمركز الجماعة تعرض تجربة منتجين محليين في تثمين هذه المنتجات المحلية. الفكرة جاتنا من تقريبا هذه شيء 20 عام، شفتها مثلا في عدة بلدان. كانت اولا كنت في تونس وتركيا، وكنت في يعني مع الناس اللي كانوا مهتمين بصناعه الصابون التقليدي، وعطتنا واحد الفكره بانه نجيو للمنطقه ديالنا، بان افران الاطلس الصغير كانت كتهتم بغراسه الزيتون. قلنا لما لا باش ناخذوا هذه ماده الزيت في فران ونبداو الفكره من الاول، نعرفوا كيفاش نسوقوا هذا المنتوج لصديق البيئه. علاش انا كنهتم بالبيئه؟ على خاطر انا ولد الواحه، وملي جاتني الفكره ان الصابون صديق للبيئه، المكونات ديالو هو زيت الزيتون يعني طبيعي، صناعه طبيعيه 100%، اضطرينا نديروا الفكره. خلق هذه النقطة المخصصة لبيع هذه المنتجات التجميلية من مصادر طبيعية والمستلهمة من تجارب رائدة وطنيا ودوليا ساهم في تسويق هذا المنتوج والتعريف به وبخصوصياته الطبيعية. باش كتميز هذه المبادرة باش عجبتني أنا شخصيا، هو كتركز على ثلاثة العناصر الأساسية. أولا يدوية الصنع 100%، ثانيا هي يعني تقليدية وطبيعية 100%، خصوصا واحد العنصر اللي هو ثالث ومميز بزاف هي انها صديقه للبيئه. هي بطبيعه الحال موارد طبيعيه يجب تثمينها واستثمارها من اجل خلق الفرص للشغل، ومن اجل ضمان استدامتها، ومن اجل كذلك الحفاظ عليها وخلق التنميه المحليه انطلاقا من هذه الموارد. تجربتنا التسويقية تشكل إسهام في إبراز مقدرات المنطقة وقدرة أبنائها على ابتكار مبادرات خلاقة تمكن من تثمين المنتجات المحلية وخلق فرص المدير للداخل لشباب المنطقة. الكيت سيرف رياضة المغامرين بخليج وادي الذهب، حيث لا ترتبط هذه الرياضة بالشتاء أو الصيف ولكن بسرعة الرياح. آلاف السياح يمارسونها على مدار السنة ويتابعون سرعة الأمواج من خلال الأرصاد وإقامة مسابقات دولية لمحبيها. وتعتبر مناطق شمال مدينة وخاصة مدينة الداخل وخاصة شواطئ تروك وشواطئ منطقة خليج لاغونا أكثر المناطق لممارسة الكيت سيرف بالداخل. تقرير التالي ينقلنا إلى أجواء رياضة الكيت سيرف بخليج وادي الذهب وأهميتها بالنسبة لتنمية الرياضة والسياحة على مستوى جهات داخل وادي الذهب. روبورتاج بكارد ليمي ومحمد يتاس.
أكدت مدينة الداخلة لؤلؤة الأقاليم الجنوبية تميزها كوجهة سياحية عالمية مفضلة بالنسبة لممارسي مختلف الرياضات المائية. فخلال الأعوام الماضية نجحت المدينة في استضافة أبرز المنافسات العالمية والأحداث الدولية. أمام هذا التدفق الهائل للممارسين والمحترفين للرياضات المائية، تنشط نوادي رياضية خاصة في رياضة الكايت سيرف والأنواع الأخرى المماثلة. مع كثرة الطلب على التعلم رياضة الكايت سيرف، أصبحت مراكز التدريب والممارسة تتواجد في مختلف النوادي والمنتجعات السياحية بمدينة الداخلة. تظل الرياضات المائية من الدعامات الأساسية التي ساهمت في منح إشعاع قوي لمدينة الداخلة وتتويجها كأفضل موقع دولي لممارسة هذا النوع من الرياضات، كما مكنت من التعريف بها بمختلف بقاع العالم وجذب السياح إليها. رياضيا دائما كانت مدينة طرفاية على موعد مع تأهل فريق أولمبيك طرفاية لكرة القدم النسوية للمباراة النهائية لمباريات السد للتأهل للقسم الثاني للبطولة الاحترافية بعد فوزه على حساب ترجي أسا بالضربات الترجيحية. المزيد رفقة محمد بتاح والحنفي بيبة. أولمبيك طرفاية كان على موعد مع مباراة قوية جمعته بترجي أسا، وهي المرة الثانية للفريق الطرفاوي ليلعب مباريات السد من أجل التأهل للبطولة الوطني القسم الوطني الثاني للبطولة الاحترافية لكرة القدم النسوية. فريق أولمبيك طرفاية الذي تفننت مهاجماته في تضييع الفرص السانحة للتسجيل وكذلك تألق حارسة ترجي أسا في هذه المقابلة. مقابلة قوية جمعت الفريقين بالملعب البلدي بالطرفاية من أجل التأهل للدور النهائي لمباريات السد. هنا الهدف الأول لأولمبيك طرفاية، واعتقد من خلاله الجميع على أن الفريق قادر على الفوز، ولكن رد فعل الزوار كان قويا. الشوط الثاني سيتمكن فريق ترجي أسا من الحصول على ضربة جزاء انبرت لها بنجاح مهاجمة الفريق لتسجل هدف التعادل لتنتهي هذه المباراة في وقتها الأصلي بهدف مقابل هدف، ليلتجئ الفريقين للضربات الترجيحية التي أهلت فريق أولمبيك طرفاية لمواجهة حسنية أكادير. والأكيد على أن المباراة النهائية ستعطي اسم الفريق الذي سيتأهل للبطولة الوطنية القسم الوطني الثاني للبطولة الاحترافية لكرة القدم النسوية. ولأن وصلنا إلى الفقرة الخاصة بجديد الصحف في تقرير للزميلة المتدربة أميمة ليبك. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الاثنين من يومية الصباحة، وكتبت: خلال الاجتماع الدوري لأمانة البوليساريو كان من المقرر أن تناقش مسألة استرخاص دم الصحراويين من قبل الجيش الجزائري دون حسيب أو رقيب، واتفقت مجموعة من القيادات على بلورة لائحة اعتراض على السياسات الجزائرية الأخيرة ضد سكان المخيمات، خصوصا ردود الفعل العسكرية لمواجهة الأحداث في المخيمات واستخدام العنف المفرط والأسلحة المتطورة ضد الشباب بما في ذلك الطائرات المسيرة، إضافة إلى التدخل المباشر والممنهج لوحدات الأمن العسكري الجزائرية، وهو ما نتجت عنه حالة من الرفض والاستنكار الداخلي همت بعض القياديين المتحدرين من منطقة الصحراء. وكان إبراهيم غالي أعلن في وقت سابق في اجتماع مصغر أنه لن يستطيع لوحده أن ينقل لسعيد شنقريحة حالة الامتعاض والرفض التي وصل إليها سكان وبعض قيادات المخيم نتيجة تصرفات القوات الجزائرية التابعة لسكتور تندوف، وشدد على هذا الأساس على أن أي طرح لقضية عنف القوات الجزائرية ضد الصحراويين
يجب أن يتم من قبل القيادة الجماعية الممثلة في الأمانة الوطنية. صحيفة هيسبريس الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية بتسيير من بيدرو إغناسيو ألتاميرانو الناشط الحقوقي والمحلل السياسي الإسباني، نظمت المجموعة الدولية الدبلوماسية المدنية على هامش أشغال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف لقاء نقاشيا، وذلك بغاية فضح الانتهاكات والتحديات التي تحدث في مخيمات اللاجئين بتندوف، بما في ذلك معضلة تجنيد الأطفال التي جرى التنبيه إليها مرارا كمشكلة حقيقية تهدد حساسية الطفولة. وأجمع المشاركون في النقاش من أقطار مختلفة على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حماية الفئات الأكثر هشاشة وضعفا، وأنه يتعين أن يتحرك بالجدية اللازمة من أجل ضمان عدم إرغام المزيد من الأطفال على تحمل عبء الصراعات المسلحة واتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لهذه الممارسات التخريبية وتعزيز فرض السلام والأمن للأجيال المقبلة. وحرصا على منح الفرصة لفعاليات مدنية، تناول الكلمة المغربي الحسن ناجي الكاتب العام للمركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال في النقاش، ولم يخفي قلقه أمام الحاضرين بخصوص ما بلغه وضع تجنيد الأطفال في تندوف، مسجلا أنه منذ سبعينيات القرن الماضي يعيش في هذه المخيمات آلاف اللاجئين الصحراويين الفارين من النزاع المسلح. صحيفة بيان اليوم كتبت في عددها الصادر يوم غد الاثنين، أكد الأكاديمي الإسباني هكتور ألفاريز غارسيا أن البوليساريو تفرض نظام الرعب في مخيمات تندوف حيث تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي. وقال ألفاريز غارسيا في مقال نشر يوم أمس السبت في صحيفة لاراثون الإسبانية إن قيادة البوليساريو هي عصابة من المجرمين الذين فرضوا نظاما من الرعب في مخيمات تندوف. وأشار أستاذ القانون الدستوري في جامعة بابلو أولافيدي بإشبيليا إلى أن جبهة البوليساريو هي منظمة من اللصوص متعطشة للدماء تطمح إلى إقامة دولة وهمية في الصحراء من خلال الكفاح المسلح، وهي أرض مغربية تاريخيا وقانونيا. وشدد الأكاديمي الإسباني على أنه بالرغم من مناورات البوليساريو المدعومة من الجزائر، فإن السيادة المغربي على صحرائه لا جدال فيها، مشيدا بالخطوات التي اتخذها المغرب لحل هذا النزاع المفتعل. وكتب أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس تدعو إلى حل هذا النزاع المفتعل من خلال مقاربة شاملة تشمل العمل السياسي والدبلوماسي والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية في المنطقة. صحيفة برلمان كوم كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية، قال المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية ماتيو ميلر إن الولايات المتحدة تعرب عن امتنانها للمغرب على قيادته الإقليمية، وذلك عقب محادثات هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وأبرز المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في منشور يوم الجمعة على منصة إكس أن بلينكن أجرى محادثات مثمرة مع السيد بوريطة، وكانت الولايات المتحدة أبرزت مؤخرا أهمية دعم المغرب لمقترح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بايدن باعتباره وسيلة لبناء منطقة شرق أوسط أكثر اندماجا وأكثر سلما وأكثر استقرارا. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم داود الشيعة والمحمد الإبراهيم عن سن تناهز 84 سنة. المرحوم ينتمي لقبيلة سيد الحسن إنجور أهل عمار وداود، وقد كان قيد حياته أحد أفراد المقاومة أعضاء جيش التحرير. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم أسرة القناة بحر التعازي والمواساة للزميلة النعمة الداودي. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم بلوش حيدة عن عمر يناهز 66 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة أولاد بوغرفة. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمة واسكنهما فسيح جناته وألهم ذويهما الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والآن نبقى مع التوقعات الجوية المنتظرة ل 24 ساعة قادمة بحول الله، حيث يرتقب إن شاء الله أن يظل الطقس حارا بأقصى جنوب المنطقة. فيما يخص درجات الحرارة ستصل إلى 26 درجة بالعاصمة الرباط،
20 درجة بسيديفني، 23 درجة بقليميم، 36 درجة بكل من أسا وزاك، 21 درجة بطنطان، 24 درجة بطرفاية، 29 درجة بالعيون، 34 درجة بكل من أسمرة وبكرع، و25 درجة ببجدور. كما ستصل درجات الحرارة إلى 34 درجة بقلت الزمور، 33 درجة بمضريق، 24 درجة بالداخلة، 39 درجة بأوسرد، 25 درجة بالقويرة. حالة البحر بالواجهة الأطلسية، سيكون البحر قليل الهيجان لهائج على طول الساحل الأطلسي. شروق الشمس بالعيون سيكون بحول الله على الساعة 7 صباحا ودقيقة، وغروب على الساعة 8 مساء و52 دقيقة. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا ستصل إلى 26 درجة بنواذيبو، 38 درجة بنواقشوط والزويراس، 44 درجة بأطار والرابوني، 49 درجة بتودني، 38 درجة بالزويرات، و43 درجة بتندوف. وقبل ختام نبقى مع التذكير بالعناوين. 136 حجا وحاجة عدد الفوج الأول من الحجاج الذين وصلوا صباح اليوم الأحد إلى مطار الحسن الأول بالعيون من البقاع المقدسة بعد أداء فريضة الحج. ومن العيون نرصد ندوة حول محطات من ذاكرة المناضل الوطني سيد محمد بصيري في ذكرى انتفاضة العيون التاريخية ضد المستعمر الإسباني. ومن الدخلة رصدنا الإشعاع العالمي لرياضة الكيتسورف بفضل الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تختزنها شواطئ الدخلة. نتوضي النشرة، تحية لكم أينما كنتم وإلى اللقاء.